ماما 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 فيق ماما. ابنك اكل رصاصة طايشة ومش عارفة كيف بدك تشيلي بقعة الدم عن تيابه؟ ما إلك إلا مسحوق مزيل الكرامة. يبقى دلوقتي حنستضيف معنا هنا في استوديو الخبير الألماني الهولندي. الخبير الهولندي الجاي مباشرة من جونيا. انتوا كلكم بتسألوا يبقى هو ايه الفرق ما بين اي مسحوق متعفن والمسحوق بتاعنا؟ هو المسحوق المتعفن مسحوق عادي، والمسحوق بتاعنا يبقى مسحوق سوبر. ما تورينا يا مدام. زي ما انتوا شايفين المسحوق تبعنا بيزيل كل الفضلات. شكرا يا دكتور. تكرم عينك يا مدام. الله يبيض وشك.